دود. شو خلفان؟ كيف حالك؟ السلام عليكم. مرحبا. كيف الحال؟ نعم. مساك خير. أيوة أباس. نعم. يا مرحبا وسهلا. وسهلا. إيش معدل؟ خير بنعم. يا حيا وسهلا. يا مرحبا وسهلا. كيف حالك؟ نعم. مساك خير. خير. كيف صحتك؟ نعم. أولادكم أربانكم؟ نعم الحمد لله. شالوم شخبا. تعيش الدوم؟ مرحبا. نصوبك؟ ما شالوم. ما شالوم. ما خير. ما أخبار جديدة؟ ما رينا. يا حي بك وسهلا. حياك الله. يا حي. حن جايينك من التلفزيون. زين طيب. وزايرين مكانك وزايرينك. زين طيب. نعم. من جمالي. نعم. من أحسنك. نعم. نقول لأعزائي المشاهدين من حق كل إنسان أن يختار طريقة معيشته. شايب خلفان بن ناصر الندابي اختار طريقته الخاصة جدا في الحياة. اختار أن يكون في هذا المكان. هذا المكان يسمى عكد. عكد. في آخر ولاية المضيبي تقريبا وقريب من ولاية إزكي. صح الكلام كذا؟ المكان بين الجبال وبين الوديان، بعيد عن الحياة المدنية تماما، بعيد عن المدينة وصخب المدينة. اختار هذا المكان، هذا خياره هو بإرادته هو. صح. صح نعم. شان حيوان. شان الحيوان. عشان الحيوانات. ايوه. عندك هوشنا واغنام وكذا. اي اغنام. من يوم مغلوقين ناكل منه ونبيع منه ونعيد منه ونضيف منه. بس. انزين هذا المكان كان فيه سكون حد غيرك كان ساكن؟ من سنين هي بعدنا احنا ما مخلوق. انزين. اي. ومن دريت انت على الدنيا؟ ما لقيت حتى. لقيت عمرك في ذا المكان؟ اي انا وحياني. انزين. اي. وحيانك راح؟ راح وبقيت وحدي. ما بغيت تروح؟ لا ما رحت نقيت. يعني نوبهم ما عندهم حيوانات؟ اي اول سنين حوش يامله. اي. لين 10 فرقان هنا يدوروا. انزين. اي وروحوا. وانت ما بغيت تتحرك؟ وانا ما غزمني. ولا بغيت تسوي شيء من البيوت الجديده؟ لا ولا لا ما هي ذي السكنه؟ بس هذه السكنه. خوي مات عديد. مزنا وترابيل هذا كنسي. هي ما يقطر. انزين. هذه معيشة اسوي فيها. بندخل معك نشوف. زين طيب. تسمح لنا؟ اي نعم. خلص تفضل. هذا مكانك شايف. زين انا لاحظت اكثر من مسوي اكثر من موقع اكثر من مكان. كلهن حجر كذاك؟ ايش التقسيمه يعني انت يوم خمس ست مكانات؟ كل مره انا ادخل مكان. هذا ايش تحسبه؟ مجلس؟ هذا هو المطبخ. هذا هو المطبخ؟ اي. مبينه اثاره؟ اي هذاك. زين. اسوي معيشه هناك قهوه وايش؟ هي. روقتي. زين. اي وهناك مال رقاد الليله. في هذا السجام هذا اللي مرتفع فوق السمره. اي الحين ارقد فيه. انزين تو هلا كلهن سمر. سمر اي لكلي. انت يعني الاساس في البيت سويته على السمر. اي هذه سمره. هذه سمره. وبنيت عليها. وبنيت عليها. وبعدين سويت مرقد فوق. وفي كل مكان تذري بهالطريقه. بتولف اي شيء تجيبه. اي شيء. نعم. وسويت لها شبك دولاي. يعني دخل الغنم. هي. هي. زين من اول المعيشه كذاك هنا؟ لا. ها؟ لا وعد يوم وعد بس. لا خلا من غابه علي. انزين. والاول ما سوى كذاك. كيف اول المعيشه؟ ما نوبه الا هي المعيشه هذه. السكنه اول كيف لها هي هذه؟ بس هي. شروها؟ شروها. انزين. اي. لكن اول ما شو خيام حديد. هي بعدين عاد جبت شويه حديد وشويه كذا. اول عزبق بس. اول اكثر على الاشجار وحدها. وبعدها اكثرها اشجار. اي اشجار. نعم. درت اسوي الشبك. انزين. سويت سجم حايطه دون داي. ايوه. ودرته بالنبوق. لكن شايب خلفان انا بعدني شويه اتساءل يعني انك اخترت هذه المعيشه. اي اخترت هذه المعيشه. يعني ما حاب. انا قيل والقايله انا اضر على عادي ولا شيء ولا عاد يشكي مني. عجب بكون هذه زعله؟ لا ما زعل. ها؟ ليش طرف نفسي. ما زعلان من حد؟ لا لا والله ما زعلت. عازل عمرك؟ عازل عزم.
أنا عاد أشكي منه شيء وأشكي منها. ولا أسرة ولا ولد ولا زوجة. لا زوجة انقلقت. وحبيت كاك تعيش. ما حد معي. ويشل علي ويشل الموضوع. هي. لكن شايف خلفان تو كل الناس تحركت من هذا المكان. نعم. وسويت بيوت وسويت. طيب انت لو اليوم جينا وقلنا لك نسوي لك بيت تبغى بيت؟ ابغى نعم. تبغى عن هذه المعيشه؟ اي ابغى عن المعيشه. يزوم سيل في الليل. ايه. نسيول هذا يخطئ. انزين. والنار تنطف. احنا اليوم قبل جينا الصبح. اي امس عصر. خلاف جينا العصر. ويوم جينا لقينا مستوي سيل. ايوه. يوم يستوي السيل ايش تسوي هنا انت وحدك وحيد؟ وحيد بس اخش. وهو شد اخذ زرع. خلي شيل الوديان. انزين. اي. وانت كيف تتذرع عن السيل؟ هذاك اللي تقيم ما تقطر. خيمه واحده ما تقطر؟ لا. انزين. تقطر بعد. ويوم اي عجينا عاد القائم مبتل هنا. نهر ما تشب مصويبه. انزين. الحطب مبتل. وروقتك؟ بنسوي نشب حتى اسوي روقه. بنسوي نشب. تسوي حال عمرك ريوق. اي ريوق. وغداء. وغداء. وعشاء. وعشاء وقهوة. وما تبى حد يشاركك فيها؟ لا من معي هنا. هي. من الجنة معي. والله وحدي بس. ترى وحدك مختار كذا؟ مختار وحدي. هذا النوم. انزين. من يوم مخلوق كيف؟ طال حيتنا تعال حيتنا قلت ما ابغى اجي حيتكم. ارزعلي. انت وحدك ضريت على هذا النوم. ضريت اي ضريت سالك وحدي. وما باغي تغيرها؟ لا لا ما اغير. طيب ما شوحشة؟ ما تستوحش؟ الحمد لله ما شوحشة. وشي يجيك في الليل قلت لهم الا ما شي يجيني الحمد لله. الناس ما تعيش بلا ناس. لا لا وانا ضريت صوني وحدي. وانت وحدك هنا ما لا حواليك ناس. لا احد ولا حاس ولا عزيز. وحده من يوم مخلوق من رابع النهايه. نعم. ويوم تتعب ويوم تمرض يوم مرض احد يخطب علي. ايه. ومره اشير الى حمارتي الى الغريب مستشفى الغريب. وهذه من نقص عفوي على سناو. لا نزوة على زكي هذا وسيلة النقل حالك هنا على الحمار تقدر على الحمار أقرب مكان حالك الغريين الغريين منك حتى حصل سيارة سفر وبي سنة نعم ونزوة وزكي نعم هي مرة ثمت هي مرة الجردة عيادة نعم هي سقايات وباري حبوب وشروب يوم تتعب تروح المستشفى. اي يوم تعبت. هي. اتمقل على ثورة. هي. هي. ولا ما حد يخطب علي من هنا يخطب علي. كيف صحتك تو؟ تو بهاي لكن رجول. الرجول. هذاك المرض. ما مساعدات. اي ان المرض اخطب علي 3 شهور. انزين. اي ما اكل شيء. وراسي وسكة في صدري مخ. وتجلس وحدك. اي وحدي. ويوم مثل الحمى بسيطة وكذا وتتعب شوية. اصير طبيب. تصير الطبيب. اي لو حمارتي. طب وأول كيف تعالج نفسك؟ أول ماشي يوم ما كان شيء مستشفيات ماشي نسي أول دخلنا زوجي هي. ونسي حصل سيارة وسي شيء حواليك هنا مستفيد من شيء من اللي موجود هنا النباتات وكذا حال العلاج؟ لا ماشي وكيف تتواصل مع الناس؟ شيء عندك تلفزيون؟ لا ما شي تلفزيون شي تلفون؟ لا تلفون لا راديو ولا كثير الله ولا خير كله ما شي ما ليش ما باغي تسوي ما شيء؟ ما سويت قالوا نعلمك نعلمك تلفونات قلت له ما اعرف الا انزين قال بنعلمك هي. فرصه من هنا فرصه مني وما عاد اسمع انزين هذا التلفون تلفون والاذاعه الراديو والراديو اعرف الا الراديو ما تبغى تتونس عمرك لا. وتسمع الدنيا هيش قال بيهجل عليك سوي راديو بيهجل عليك بيهجل عليك قلت له ما بغيت نوبة ما بغيته ما بغيت والتلفزيون ما بغيته ما تلفزيون ما بغيته تو نحن بنطلعك يبغى بيت نحن بنطلعك في التلفزيون الناس كلها بتشوفك انت الوحيد اللي ما بتشوف عمرك ايوه ما كذاك؟ كذاك نعم طيب شاب خلفان ايوه دورنا في المكان اكثر؟ ايوه نشوف الاماكن الثانية؟ ايوه خلت تفضل تفضل اخترت هذا المكان اي نعم
قال لك تنقلت في غير هذا المكان؟ لا بس هذا من بعد. يعني من حفظت العقل وسكنت له هذا المكان؟ عند الصندوق هذيك عارف عند طوي. فوق شوية. إي فوق. هناك شيء طوي. إي. أنت ماك من هين تجيبه من هناك؟ إي من هناك. مشي هوز من هناك أبو. نعم. وتوعد تقدر تروي من هنا. من هين؟ ما هنا عند السدرة. إيش هنا؟ جبه جبه. شيء جبه هنا. إي. وهنا ويل عنه. ودائما فيها ماي؟ لا ما دائما. نعم. والجفين انه نكبس على الخصب. الخصب نعم. اي تو هذه تو مستوى الخصب تاس جبه عود هنا. نعم. والمكان هذا كيف مقسم تو هذا المكان اللي احنا فيه هذا كانك مسوي جلسه؟ هي جلسه مسوي يسمى حاجة عيدي دول اللي حد يجي عندك؟ اي ضيف يزوروك الناس؟ اي ضيف. كم يوم تجلس ما تشوف فيها انسان؟ اتمنين 3 شهور. يمضين عليك 3 أشهر. ما حد يخطب عيدي. ما تشوف بشر؟ ما أشوف. هذا ما أشوفه. وحدك؟ وحدي. طايق؟ إيه طايق. الله يعينك. الله يعينك. هذه حالة إيش هذه؟ هذه كلك علق فيها السعن. هذه حالة السعن؟ هي حالة السعن هذه. ها. إيه. هذا كل يوم جالسين نفحر طوعه. إيه. جالسين نضرب اللحم هناك. أو ويقومي صار عنها الفرعون. بكون طش هنا. احترق. احترق. عن صيب ما شفت كذا. لكن هذه حال سعن الماي. هذه هي حال سعن الماي. انزين. اي. طبعا احنا مش عندك كهرب. لا من يجيني كهرب. ومن يجي الليل هيش ارقد. سراجك. قنديل. على القنديل. قنديل. انزين. اي. وبعدك تجيب له حل تراب. حل تراب. من هين تجيب حل تراب؟ اشتري من حد. من المدينة. المدينة. نعم. اي. ولبق. البعوض عن شيء. هذا الآن أنت مقسمهن هذه واحدة هنتين ثلاث أربع خمس والسادة هذيك الأولية هي القبلية القبلية هذه كيش مخزن هذيك هي مخزن لك مخزن هي. يوم يجاب لك الأغراض هناك توصلهم هي وما شارع هنا يضيع الوادي أنزله هناك بقضيهم تو هذا الشارع جاي حالك أنت بس هي. وهذا مدخل هي. هذا هيش هنا هذا أول هنا عاوي. أول هذه السكنة. إيه هذه. تسمح لي أدخل؟ إيه ما عليك دخل دخل. تعال عاد أنا ما بعرف شباب خلفان. وبعدك تستعمل السعن شباب خلفان. إيه. ها؟ إيه. يعني ما بغيت تستعمل ثلاجة؟ لا من ماشي جرب أنا. وإذا جات ثلاجة بتستعملها؟ إيه. لأن أنا أشوفك كأن كل شيء ما باغنا. إيه كله. ها؟ أكو يوم يوصل. يوم يوصل أبو. ها. وهذاك حال 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 الرقاد فوق اي حال الرقاد هيك خيمه فهمت علي هيك صح هناك تو مروح صح ماشي هناك هيك دور الا فوق اي فوق دور دور مدخل جوان جوان نعم من لهم لكن ملاحظ انا كل الاماكن اللي فيها الرقاد كلها رافعنها اي عن ايش عن عن دوي البيت عن الوامش نعم اي رقدت هناك وعن الحصين عن مسعود نعم اي وكيف الرقدة هنا في الليل؟ زين. الهبوبة زينة؟ اي. في البراد؟ اي. يوم يكون برادة. ايه. وفي النهار. ولا في الليل هناك عنده. وفي الشتاء ما تعب؟ لا. ما برد عليك؟ لا لا. ما برد. لبق لبق نار. تسوي نار في الليل في الشتاء؟ اي. يوم جاني برد. نعم. لبقت النار. انزين. ورقدت عليها. والماء مسعن. والماء مسعن. وروقتك؟ وروقتها انتيبه دوام وعي. صغري ايش ايش روقتك هنا غير عيش عيش ولحم واللحم ترى عندك اللحم اي اللحم عندي انزين وما رأي وما ابغى خالد يكون عوال هي يا الله يا الخضر يا الله يا بحر الزين يا اللولو يا كان اصرنا الاصيل ذاك النهار تمر مع ودنا من ينشر الاسماك الحليب وتنعد هناك يبو بدله سيما كم داري ابو محمد يعني مانات صبحة بوري كلهم مستعجبين ذا السيارة يا سيارة مانا غريبة الفق العسكري ما في رمي لا في رمي لا تفق برزة لا في رمي لا في رمي هذه مبينة آثار سكون كانت هنا هي أول ناس سكن هي ساكن هنا أول نعم هي Thank you.
هذا المخزن؟ اي هذا المخزن. هذا اللي تتذرابه في المطر؟ اي اللي فيه سيمان وعيش وصحاحير هنا، لكن المكان الوحيد اللي ما يخطر. اي وحيد هذا. نعم. اي زين. لا هذا ما يقطر. ما يقطر. ويوم لحال واحد يكفي. يكفي؟ ايه. يكفي. نعم. وهذيك غيرها؟ لك حال حيوان. لك سجم، لك سجم. ايه. ظلة ذي ظلة. يقينا غنم هناك. أحل غنم هذا. ايه ظلة ظلة. نجي نشوفها شوية. ايه. هذه حال غنم مسوينها؟ اي والله يقيلنا نهاية ويكون سيل ولا شيء. ايه يقيلنا ربوط. نعم. شو القرموس. اه. لان انا شفت اكثر من سمرة كيف مسوي فيه انت. ايه. انت تبى تظل اللي تحت. ايه تحت. وفوق ينجلس ما ينجلس. لا ما ينجلس. هذا ضيق. ظل هنا يقيلنا وش. نعم. يوم يستوي لنا حر. ايه. ظل. وهذاك الثاني مسوي لنا حال نوم كذاك؟ اي نام فيهن؟ اي ترقد فيهن؟ اي ارقد فيهن. نعم. اي كيف تعد الايام والشهور؟ كيف تمضي عليك؟ تو اللي جالس والليله ورا الليله واليوم ورا يوم اخر بينسى الحسبه يوم وحده. ايوه. ما تضيع الحسبه؟ لا ما تضيع. كيف تعد؟ عارفه. تعرفه؟ اي أعرف ما أنا ما أعرف. تو نحن في أي تاريخ تقريبا؟ ما هي له. جو كم؟ ما أعرف من يوم. أي. ما أعرف من أيام يوم. ها؟ أه؟ ما أعرف. لا اليوم هيش من أيام؟ ما هي. 25. وهيش من أيام الأسبوع؟ ما هي. السبت الأحد. لا أنا بعدها. تهاية كم نحن في أي يوم اليوم؟ اليوم ما أعرف. أعرف أظن 25 يوم. لا هيش من أيام الأسبوع؟ هذا؟ ايه السبت ولا سبت. الاحد؟ لا ولا الاثنين؟ السبت ولا الاثنين. اليوم ايش من ايام؟ اليوم خميس. الخميس؟ اي معهدنها. اي زين باكر الجمعة؟ باكر الجمعة ولا باكر السبت. ايه تمشي حال صلاة الجمعة ولا بعيد عليك؟ لا ما بعيد. بعيد المكان عليك؟ اي تسمع صوت الاذان ها؟ اي اسمع مرة ومرة. يوصلك صوت الاذان؟ منها من القريتين. من القريتين؟ اي من قبع. صوب زكي هنا. صوب زكي. نعم. اي يواصلك صوت الأذان؟ إيه أذن كان فجر. إيه. وعتيم. مرة الصبح. إيه حيث أن الفجر والعشاء هذا لا يعني يكون الوقت بعده هادي فيه. إيه ويوصل إيه الصوت. إيه يوصل الصوت. وصلواتك على أذان إيه المسجد اللي يوصلك من بعيد. إيه. إيه. نعم. إيه. ولا ظهر ما أسمع. عصر ما أسمع. نعم. إيه. إنها أبو. طيب شيخ خلفان. هاي رمضان. إيه. وحدك؟ إيه. في رمضان وحدك؟ بس. تفطر وحدك؟ وادي. تتسحر وحدك؟ اي. وتعيد وحدك؟ بس حد يعاوننا تذبح. هي. اي من نعمه قيم. يهجاك تعيد وحدك؟ اي. عيد الناس مع الناس؟ ما زين. ما تروح البلاد مع لا الناس؟ لا عند جيراني. تروح معهم يوم العيد؟ اي عند جيراني. هي. لكن عاد بيجي يساعدوني. هي. يوم ذبح. ومن شكل حامنا ايه ونظبيه ايه بيروح هذا يجي يعيدوا بياك حد لا يعاونوني للذبح انزين اي قبضوا علي لكن صبيحه العيد تصبح وحدك في البيت؟ لا هنا في هذا المكان؟ اي ولا تصير مع حد؟ اصير عند جيراني تصير معهم؟ اي نعم نتغدى ايه واعاونهم ايه وبعدين يجي يعاونوني يعني اها اي لانه ما يستوي نوبل العيد يخطف كذاك اي نعم اي ما يصير ايه انه وحدي ما اروح مذبح نعم اي اذا عاونوا القبض ونشحيه ونقطع ونلعب نعم. ونشكي ونشكي ونمزرع نعم هذا بيروح عني نعم يعتبر قواعدي بس نعم هي. هذا ايش؟
يقيل تحت الأغنام. هي. أبوي يبغى يقيل هنا. نعم. هي ظل ظل. هذا أنت مسوينا حال الأغنام. هي الأغنام هذا. هي. وهذاك. نعم. يوجه منه. آها. هي. وهذا المكان. مقيل. المقيل. المقيل. هنا تقيل. هنا قيل. إنزين. أيوه. وحدك ولا ويا أغنامك؟ لاش. يعني يوم يكونوا هنا يقيلون وحدين. نعم. يوم يكون ما حيتين. هي. يقيلون وحدين يوم يكون حيتين. نعم. ما يقاربن هنا. طيب تو نحن من جينا ما شفنا الأغنام. هنا هنا لقينين. تحس السمرة. هين أنتوا؟ تو صوت هناك واحدة صيحة. إنزين. تو اللي نجي عن السمر. ها. هنا عين السمر القرموس شو؟ يرعين على السمر تو. يدوي عين السمر. إنزين. استوالين أبو. أنت متى تطلق لهن ساعة كم؟ الصبح؟ الصبح. حدين نجري. عندك ساعة؟ لا لا. ما تستعمل ساعة؟ لا استعمل فيها ساعة ولا. كيف تعرف الوقت؟ أعرفه. تعرف الوقت؟ أيوه أعرف الوقت. إنزين. أيوه. تطلق لهن الصبح؟ أي. ومتى يرجعن؟ الساعة 8. وحدهن يرجعن؟ أيوه حدين يرجعن. الساعة 8 في الليل؟ بالنهار بالنهار. تطلق لهن 8؟ أي. صار يباتن وحدين في الجبل. يباتن في الجبل؟ يباتن في الجبل. وهالنهار عاد الساعة 8. يجيني وردن. يجيني وردن. اي الساعة 8 من النهار. انزين. ويوم تبغاهن متى تجيبهن؟ يجيني وحدهن. يجيني وحدهن. اي وكلنا كنا فيها مشحلين. ايه. وخلاص الظهر عاد يبوي صدري. هل الاغنام هذه هي ونيسك هي اللي مونست. هي اللي مونستنك؟ اي مونستنك. يوم تقدر تبعد عنهم جي. وما تقدر تبعد عنهم؟ لا. عجب اليوم بعدا عنك هن؟ اليوم بعدا يعني. ها. ما يوم انا مريض. كم ثلاث شهور. انزين. يوم ابوي يجي ما يلقون. ايه. ويوم جيت انا. نعم. مرة جي. ايه. ما طعن خوذن. ما خوذن عني. ايه. يوم مريض ما يخوذن عنك؟ لا انا ما يوم مريض. ما يعرف انك يوم مريض؟ يعرف اني ما انا. يعرف انك انك ما انا. جا طار منه. هاي. جا طار منه. اذا جاء حد ثاني يطير عنك. يطير. لكن اذا انت موجود يعرف انك. يعرف اني. حتى كان عاد يقول سيارة. ايه. يشوفني يوم انزل. السيارة ويتبع عنك ويتبع عني. نعم قال انت ما يخوذن عيب منك. نعم ما لي طير يوم شوفنا. آه. قد انتم مفيضين يا بيضات وقتكم. انزين ايوه سمعني حس. آه. ويصير ويستروح. نعم كما الضبي يعني ونيسك في هالمكان هالحيوانات بس بس. انزين تو الواحد يوم يجلس وحده ما بلا حس. ما عنده حس ثاني. صحيح جني. آه إيه ضارعت ضار ضاري إيه ضار. إنزين لكن يوم حد يجي حيتي هي. ويصير عني بجوا ليلتين. يوم حد كيف يوم حد يجي معي هي. ويصير عني بجوا استوعد وحدي. تستوعد إيه. يعني إذا حد جلس معاك يخرفني وراح إيه أتحس إن بالوحدة. إيه بالوحدة. إنزين هاي. ويوم عادي طوفا الايام تضرب مره ثانيه. تضرب مره ثانيه. زين. اي. واذا جلست انه بصخها مره واحده. اي. آه يعني بغيت تسمع حس. بغيت تسمع حسك. اي. ماشي. ايش تسوي؟ ماي. ما تشل شيء، ما تغرد، ما شيء. لا لا لا. ها؟ لا لا. حتى وحدك كذا ها؟ بس. ما غرد ولا اشكل. نعم. اي. ماكو. ما تكلم حد؟ لا لا ما اكلم، ما يكلم. نعم. اي. هذا المدخل؟ اي. منه يدخلوا لها؟ لا لا. كيف شوف؟ تقدم تقدم. تقدم بدخل بيلك. ما شاء الله. اي ستر. بعيد الماي؟ لا ما بعيد. قريب. أيه قريب واجد. أيه. أيه. الحمد لله. اول كان نزفوها بهذه بال أيه بدلو بدلو حبل. حبل. نعم وتو تو ما شاء الله ماكينه زين ارواح ارواح. اي ولا تجي تقيط ونار مطال متى ترسل هيك. اول كيف توصل الماء الى هناك؟ بس بفوق راس على السعون. اي اسعون. في سعون. اي اسعون. اي مره فوق حماره وفوق الحماره. أيه. نعم. اي حتى الحمارة ما شفناها هنا شايفينها الصبح. ما أعرف يكون كأن عجنها ترعى. هي ترعى تو سولت وبترجع ساعة. إي سترجع ساعة نحن نروح هي بترجع. إي يوم بتشوفك وحدك بترجع لك. إي ما شاء الله. والماي تو تنقله منه لذاك المكان. لتو هناك شيء عيد هنا. إي جبه هناك.
لا 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 أول أول هي. أول أنا قلم من هنا توانكي هذي لا ويوم يمحل تنقل من هنا إيه تنقل من هنا وتو تأخذ له من هنا لا من هنا نعم تو حال حيوان أنت بس هي من قدمتك مالي مالي تسكروها عن الحيوانات اي نعم بس ايه مكانك طيب شايف خلفان حلو المكان حلو حلو ايه تفضل معي لكن ترى يقولوا نو الجنة من غير ناس اي ما تنداس ما تنداس هي كيف يحتاج مع الناس الناس لا وانت بعدك مكانك اي الله يحفظك والله يعطيك الصحة والعافية ان شاء الله امين انا اشدك شايف خلفان وصلتها مسقط؟ لا لا ما عيد البر؟ بر هين أبعد مكان رحته؟ بس إلي انداب انداب؟ اي وسناو؟ وسناو نزوة؟ وصلت وصلت نزوة؟ اي يعني اللي حواليك؟ بس اللي حوالي لكن مسقط ما وصلتها؟ لا لا أبدا ولا مرة؟ ولا مرة ولا عيد اي تسمع لعنها؟ بس طيب إيش رأيك أشلك بيولي؟ ما أسير ها؟ بر ليش؟ كيك ما قدر أسير أنا على حيوان أنا أشلك وأجيبك لا لا طيعني لا لا ما فيك مالو كله عشان ما تبعد عن الحيوان؟ إيه يعني أعطيتهم كل حياتك أنت الحيوانات إيه بعدني أترجاك في مسقط لا لا ها؟ ويوم تحصل وسع قهوتك معنا إيش رأيك؟ ما سي نبغاك تزورنا أحسنت إنزين أحسنت أحسنت شايب خلفان بن ناصر اندابي سبعة أنعام أحسنت جزاك الله خير وتعبناك معنا وشغلناك معنا مشكور بنتركك تو نحن رايحين تترجى من يجيك بعدنا والله كيف على الوفق على الوفق أحسنت أحسنت جزاك الله خير جزاك الله خير أحسنت